اهلا وسهلا. نحن متجهين على مومباسا كينيا، متجهين من نيروبي مومباسا، وهذا عباره عن طريق خلط القطار. طبعا مناظر جميله ورائعه وبديعه، ونحن ممتعه. وهذه الكافتيريا، هذول الجواميس، ها هذول بقعد. وهذا الاخ عبد الله الشرعبي رفيقنا في الرحله والمرشد لرحلتنا. طبعا احنا داخل البوفيه تقريبا. احنا هذا المقاعد البيع صور من هنا. ها ايش وقفتوه ولا؟ هذه محطة هنا ترمينال. حياك الله يا دكتور ناجي.